المشاهدون الكرام، أهلا بكم إلى حضراتكم العرض الإخباري الأخير لهذه الليلة. استقبل اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي وفد أعضاء شبكة جمعيات حقوق الإنسان، وذلك بهدف اطلاع رئيس الجمهورية على آخر المستجدات وما حققته الشبكة منذ إصدار الحكم النهائي على رئيس السابق حسين هبري وحتى هذه اللحظة. نستمع إلى سيد عثمان موسى رئيس الشبكة. أنا بس رئيس هنال أسوسياسيون هنال راد والفيكتيم أمنوني عشان أوراق من أدي لهم على عشان الشامبر أفريكان يعرفهم كدر هم فيكتيم والخدمة ده خدمتها عشان أنا ذاتي كل فيكتيم واليوم الفيرديك فينال ده هم برونونسي في داكار واجب أنين البريزيدان هنال أسوسياسيون الراخين ورا عشان أوراق يريكونتر هما قبلنا ولمينا الفيكتيم ورنام شغل الهيسي أنينا في الأسوسياسيون هنانا دا أنينا 3273 دا أنينا الفيكتيم هنانا الفيكتيم هنانا دا كلك أوراق مسويت لهم كويس قبلنا من ما الرئيس دا جينا نسولي كونتر عندي شغل الهيسي أنينا نجينا فيكتيم هنانا دا كلك الشامبر افريكان اكستراوردينير دا ريكونتر هما دونك واجب هو الرئيس السعدانا من بدايه هنا البروسيس يا لهم واجب نجي راندر لا كونت وشكرانا وانين كل شكرنا وتعرفوا كي الخدمين دا لسا ما كملت عشان هسه الفيكتيم نصره وقالوا يكفهم يا طول يكفهم دونك جينا ورينا لها عشان انينا الاسوسياسيون ذات كل عندنا خدمه نسو وهو ذات الرئيس قال لنا لا أصبروا هسا البروبلم ده نودو في يونيو أفريكان في مواد جويدة يشوفوا كيف يساعدون عشان نكفل للفيكتيم